هلو ايفري ون، ويلكم باك. رجعنا تاني لك بعد الفاصل عشان نبدا نحل بعض الاسئله المهمه خالص خالص زي ما اتفقنا في موضوع كتاب نيوتن. هنبدا بالجزء الاول من اول التيار الكهربي في التوصيليه الكهربي. طيب احنا عايزين نسمع كام فيديو كده هو الاول، نفتكر ايه اللي قلناه قبل كده وبعد كده نكمل. هفترض ان عندي لمبة عايزها تنور وسلك، اي سلك في الدنيا متكون من اتومز ونيوكليس اتومز يعني ذرات ونيوكليس يعني اي اتوم يعني اي ذرة تتكون من نيوكليس يعني من نواة، وكمان حواليها ايه الالكترونات. حاجة بتلف حول نيوكليس اسمها الكترون، اهو اللي بيلف حوالين النواة اسمها الكترون، والالكترون ده هو الكهرباء. لو والالكترون هو ايه؟ الكهرباء، هو التيار الكهربي. يبقى مصدر التيار الكهربي هو عبارة عن الإلكترونات الحرة اللي داخل الموصل. أمال البطارية؟ لا، البطارية هي مصدر للطاقة الكهربية، مش مصدر للتيار. هي بتعمل دفع بس للإلكترونات. ليه؟ الإلكترونات بتبقى بالنيجاتيف، بتبقى سلبة. الإلكترونات بتبقى إيه؟ سلبة. بتتناخر مع القطب السالب للبطارية فتبدأ تتحرك، تمام؟ ويبقى التيار الفعلي من السالب رايح لمين؟ للموجب. طلع من القطب السالب، حركة الإلكترونات من القطب السالب إلى قطب الموجب. هي أصلا الإلكترونات الحرة اللي جوه الموصل جوه السلك تتناخر مع مين؟ مع القطب السالب للبطارية. يبقى التيار الفعلي هو حركة الإلكترونات من السالب ليه؟ الموجب. الكترون اتحرك من اتوم لاتوم، ده كده كهرباء ماشيه جوه السلك، ده كده بيسموه الكترون كارنت، والكهرباء توصل للمبه واللمبه تنور. هناخد فيديو تاني اكتشف، هنتكلم على اتجاه تيار الكهرباء. اكتشفوا الكهرباء من اكتر من 200 سنه وبدأوا يستخدموها، بس محدش ساعتها كان يقدر يجاوب سؤال عم سنوسي، ايه اللي ماشي جوه السلك؟ فكروا برضو الكهرباء اتجاهها ايه؟ هل ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف ولا العكس؟ فافترضوا كده من نفسهم ان الكهرباء بتمشي من الطرف البوزيتيف للنيجاتيف، وسموه وقتها الطريق الافتراضي او التقليدي. بعدها بمئة سنة اكتشفوا ان في حاجة اسمها الكترون، واكتشفوا كمان ان هو ده الكهرباء. الالكترون نيجاتيف تشارج، فالنيجاتيف بتاع البطارية والنيجاتيف بتاع الالكترون بيعملوا حاجة اسمها ريبالشن، يعني يزق الإلكترون. فالإلكترون جوه السلك بيمشي من النيجاتيف للبوزيتيف، وده اسمه التيار الحقيقي. عندك كوبايتين فيهم مية، هنتكلم على فرق الجهد اللي بنسميه بوتنشنال ديفرنس. فرق الجهد يا شباب، أنا لما أتكلم على الجهد الكهربي، حالة المواصل الكهربية التي تبين انتقال الكهربية منه أو إليه. يعني لو إذا اتصلت جسمان مشحونان فإن الكهربية أو فإن الشحنات الكهربية تنتقل من الجهد العالي إلى الجهد الواطي. قد بعض، لو الاتنين قد بعض إيه اللي يحصل؟ لو أنت معاك 20 جنيه وأنا معايا 20 جنيه، مين يدي مين؟ مفيش حد هيدي حد، إن أنا كديك، فمفيش هنا هو انتقال للكهربية. انتقال الكهربية بتبقى من الجهد العالي للجهد الايه؟ الواطي. زي ما بنتكلم على على ايه؟ على الرياح، او تمام؟ انه هي حركه الهواء من الضغط العالي الى الضغط الواطي. نكمل الفيديو. وفي بينهم حنفيه او تيوب، لو فتحت الحنفيه دي يا ترى المايه هتتحرك ناحيه انهي كوبايه؟ مش هتتحرك، لان ببساطه الاتنين قد بعض، اصل مفيش فرق، مفيش بوتنشال ديفرنس، فالمايه مش هتتحرك. اما بقى لو كميه المايه اللي في الكوبايتين من الاول مش قد بعض، لو كان في جزء في ميه كتير وجزء في ميه قليل، وفتحنا الحنفيه يحصل ايه؟ الميه تتحرك من كتير لقليل، من الهاي بوتنشال لللو بوتنشال. الكهرباء بتمشي كده، لو في مكان فيه الكترونز كتير ومكان فيه الكترونز قليل، وصلتهم ببعض الكترونز تتحرك من الكتير للقليل. ويبقى احنا عندنا يا شباب شتة التيار، اللعبه اسمها بنسميها اي شتة التيار الكهربي. بالنسبة للجهد الكهربي، لعند نقطة
ملهاش رمز، ممكن اسميها في، تمام؟ ولكن فرق الجهد هو اللي رمزه في، بنسميه فولتج او بوتنشال ديفرنس او فرق الجهد. ديفرنس يعني فرق، وبوتنشال يعني جهد. اوكي، اومز لو. هنتكلم دلوقتي على قانون اومز لو، هنشوف هيتعامل كيف براكتيكال. يلا عشان نلعب مع بعض يا جماعة. نلعب. اللعبة عبارة عن ايه؟ حبة بطاريات مكتوب على كل بطارية 1.5 فولت، ولمبة، وجهاز اسمه أميتر بيقيس الأمبير، وجهاز الأميتر بيقيس شدة التيار الكهربي، وحدة قياس شدة التيار الكهربي الأمبير. ساعات يبقى في جهاز تاني اسمه ملي أمبير، ملي أميتر. الجهاز اسمه ملي أميتر، وحدة القياس بتاعته أو السكيل بتاعه أو التدريج بيبقى بالملي أمبير. اللمبة يا شباب هنا عبارة عن ديفايس بيبين ويوضح مرور التيار الكهربي. يبقى هنا يا شباب اللمبة ليها ريسيستنس، ليها مقاومة، ليها حرف الآر. أوكي. جهاز اسمه فولت ميتر بيقيس الفولت. الفولت ميتر دايما بيتوصل قبل وبعد اللمبة، أما الأميتر بيتوصل في السلك عادي. إيه اللعبة بقى؟ خدت البالك إن الأميتر بيتوصل عادي؟ يعني إيه؟ في نفس المسار، يبقى بيتوصل توالي، تمام؟ أما الفولتميتر بتلاقي إيه؟ اللمبة أهي وبعلق عليها الفولتميتر. معايا؟ معاك يا مستر. يعني هنا التيار هيحصل له إيه؟ يقول لك هيتفرع. التيار إيه؟ هيتفرع. ركز معايا. امسك البطارية ووصلها في السيركت وعينيكوا على اللمبة. خليك معايا هنا اهو يا شباب، هحط لك سكرين عشان اعرفك. التيار بيطلع من البوزيتيف يروح لايه؟ للنيجاتيف. طيب اوكي، يعني انا هنا هعتبر ان هنا البطاريات متوصلين، وهنا متوصل بالبوزيتيف ده، وطالع التيار هنا اهو هيبدأ يتفرع. يتفرع لايه؟ لفرعين. هنا في نقطة تفرع، تمام؟ آتي فرع ده كله اسمه فرع. أمال إيه، فين الفرع التاني يا مستر؟ ده اسمه فرع. الفرع التاني اللي هعمله بلون تاني، هعمله بلون فليكن لون أحمر، اللي هو بيمشي في الإيه؟ في المصباح. يبقى في جزء من التيار بيدخل في المصباح، وجزء بيعدي فين؟ في الفولت ميتر، يدخل كده ويطلع كده اهو. يبقى هنا هنلاقي في نقطة تفرع اللي هعملها لك باللون الأخضر، وفي نقطة تجميع اللي التيار بيكمل بقى بيجمع، يجمع من هنا ومن هنا، تمام؟ بعد ما يعدي في الفرع، تمام؟ وكده يبقى الفولتميتر بيتوصل توازي. توازي يعني في نقطتين، نقطة تفرع نقطة تجمع، نقطة تفرع نقطة تجمع. لما اكمل التيار يكمل كده اهو، هيدخل على ايه؟ جهاز الاميتر، تمام؟ ويدخل كده اهو هوب، ويطلع ويكمل في نفس الفرع، صح ولا لا؟ يبقى الاميتر بيتوصل توالي، والفولتميتر بيتوصل ايه؟ توازي. اعمل بوز. بوز للفيديو وافهمتي كويس. اوكي نكمل. شوفوا هيحصل ايه لما زود بطارية. بصوا على اللمبة. طبعا كل ما زود بطارية كل ما يزيد شدة التيار الكهربي اللي طالع من البطارية. يبقى كيف ازود شدة التيار الكهربي؟ عن طريق استخدم بطارية كبيرة او عدة بطاريات اوصلهم على التوالي، تمام؟ لما زود كمان بطارية كمان بطارية. خدتوا بالكم ان اللمبة بتنور اكتر؟ الله ينور. مية مية. مش عشان عدد الالكترونز اللي جوه السلك بتزيد، لا، علشان الالكترونز بتجري اسرع. اوعى خلي بالك من الحتة دي، الحتة دي مهمة بتاع ثانوية عامة بتاع التابلت. تفتكر ان البطارية بتزود عدد الالكترونز،
كده كده الإلكترونز موجودة في السلك. يبقى مصدر التيار الكهربي هو السلك نفسه. أمال البطارية بتعمل إيه؟ بتزود السرعة. كيف يا مستر؟ أصل أنت عندك قانون اسمه قانون بقاء الطاقة. البطاريات يا شباب مصدر للطاقة الكهربية. مصدر لمين؟ للطاقة الكهربية. وبتتحول الطاقة، هنا هو الكيميائية اللي جوه البطارية، إلى طاقة كهربية. طب كيف بتتحول إلى طاقة حركية للإلكترونات؟ كل ما تزود عدد البطاريات بتبقى عندك طاقة كيميائية أكبر، تفاعلات كيميائية أكبر داخل البطارية، وتطلع إلكترونات تتحرك بإيه؟ تتحرك بسرعة، بسك بتتحرك بكيناتيك إنرجي. كيناتيك إنرجي اللي هي طاقة الحركة، اللي هي بتساوي إيه؟ نصف الكتلة في مربع السرعة. نص كتلة، كتلة مين؟ الإلكترونات، في مربع السرعة بتاعت الإلكترونات. كل ما تزود الطاقة الكهربية اللي هي جوه البطاريات، تمام؟ بالتالي بتزيد طاقة إيه؟ الحركة. اسمه Law of Conservation of Energy، قانون بقاء الطاقة. اللي خدناه زمان، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن يمكن تحويلها من صورة إلى أخرى. البطارية بس بتزقهم أسرع، فكل ما بتزود بطارية كل ما الإلكترونز تجري أسرع. عارف بقى لو زودنا البطاريات 5 6 7، عارف إيه اللي ممكن يحصل للمبة؟ اللمبة تفرقع. فرقعت عشان كل ما الكهرباء تمشي أسرع كل ما الإلكترونز تمشي أسرع، السلك يسخن أكتر، فالإزاز بتاع اللمبة ما بيستحملش ويفرقع. تعال نعيد بقى الكلام كله من الأول، تعال نشيل البطاريات ونركب البطاريات تاني، بس المرة دي عينك على الفولت ميتر وعلى الأميتر. كل ما نركب بطارية التيار هنا هيزيد وقراءة الفولت ميتر هتزيد. في الأول كانت كام؟ كانت قراءة الأميتر 2 أمبير والفولت ميتر 1.5 فولت. كل ما نركب بطارية تاني قراءة الفولت ميتر كام؟ أنا سامعك بتقول أيوة 3، والتيار زاد للضعف بك 4. يبقى أنا فرق الجهد زاد للضعف، شدة التيار زادت للضعف. كل ما يزيد فرق الجهد كل ما التيار ما بيزيد. كل ما قراءة الفولت ميتر تزيد قراءة الأميتر بتزيد. نشوف بيحصل إيه. خدت بالك إن الفولت ميتر والأميتر الرقم اللي عليهم بيزيد؟ السبب إن الفولتج والكرنت دايركتلي بروبوشنال. فولتج كرنت دايركتلي بروبوشنال، ملناش بالكلام الانجليش ده. طيب يبقى الفولتج عبارة عن ايه يا شباب؟ يعني فرق الجهد. شاطر، برافو، انت عايز تقول كده، تمام. طب وشدة التيار اللي هي عبارة عن اسمها كرنت انتنستي. اوكي، لو عايزين تعملها عملي مش 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 نظام ايه شكل عادي، تعال نشوف شكل الاميتر وشكل الاسلاك الوايرز وشكل الريسيستنس شكلها ايه. يلا بينا، يلا بينا. انا معايا بطاريات 9 فولت و9 فولت تاني، وعندي مفتاح هتا سويتش، وعندي مقاومات، دي كلها مقاومات يا شباب، 10 كيلو اوم و5 كيلو اوم وحاجات كثيره كده، وعندي اميتر اللي بيشتت التيار. شايف نوصل كيف؟ على التوالي وهالسويتش، وصلت هنا الاميتر وحتى اقفل الدايره، فبدا هنا الاميتر بيقرا كام يا مستر؟ بيقرا 1 ولا كام؟ تقريبا 1، 1 ايه؟ امبير. رحت مستخدم بطارية تاني، وصلتها على التوالي 9 فولت يبقوا 18 فولت، فالتيار زاد للضعف اهو 2 امبير، صح ولا لا؟ تمام يا مستر. هستخدم ايه؟ بطارية تالتة. هستخدم بطارية تالتة؟ لا، ما عنديش بطارية تالتة.
بس تعالى نوصل ايه مقاومتين. اول ما وصلت مقاومتين ايه اللي حصل؟ انا هنا التيار راح قل تاني، بس انت كده انت كنت مثبت ايه؟ الجهد. مثبت ايه؟ الجهد بتاع البطاريات. فانت لما ثبتت الجهد زودت المقاومات، التيار بقى ما كان 2 امبير رجع الى 1 امبير تقريبا. لو عايز تفهمها تاني يلا بينا نشوف حاجة جميلة هعملها لك أنا بنفسي. بص يا شباب، يبقى احنا عندنا هنا يا شباب قانون اوم بيقول في بيساوي اي ار، وكل الناس كانت عارفه. لو لو شفنا الريسيستنس اللي هي الار اللي هي بنسميها المقاومه 500 اوم، واحنا عاملين ثلاثه نسميها خليه كهربيه بسيطه تمام، متواصلين مع بعض فعملوا بطاريه الفي اللي هي الفي كابيتال اللي هي الفولتج اللي هي ب 4.5 فولت. 4.5 ايه؟ فولت. ولقينا هنا ان الكرنت اللي هو شده التيار الكهربي اللي هو اي 9 ملي امبير. اوكي؟ دلوقتي يا شباب لو انا استخدمت لو انا مثبت البطاريات، البطاريه اللي انت قدامك دي ال 4.5 فولت، وبدات ازود المقاومه بدل ما هي 500 خليتها يا شباب 1000، ايه اللي حصل للتيار؟ قلل للنص 4.5 ملي امبير. يبقى هنا ها كل ما تزيد المقاومه كل ما يقل التيار، بس الكلام ده لو انت ما غيرتش ايه البطاريه، يعني انت سيبوت فرق الجهد يتناسب شده التيار والمقاومه تناسبا ايه عكسيا. طب يا مستر قانون اوم انت كنت مش بتغير قانون اوم يا شباب، اصلا كانت المقاومه مثلا انا هثبت مقاومه معينه فلتكن المقاومه 506 اوم تمام، وهبدا هيبقى عندي بطاريه بس 1.5 فولت تمام. البطاريه 1.5 فولت لقينا شده التيار بكام اللي هو اللي اسمه كارنت 3 مللي امبير. طب زود هات بطاريه تاني فتبقى 3 فولت كده، 3 فولت. ال 3 فولت طلع كام بقى التيار في حدود 6 مللي ايه امبير تمام. طب زود تاني بطاريه ثالثه التيار زاد في حدود 9 مللي امبير، صح ولا لا؟ يبقى كل ما تزود فرق الجهد يعني عدد البطاريات، كل ما تزود القوه الدفعه الكهربائيه للبطاريه كل ما بيزيد التيار. يبقى هنا في بيساوي اي ار. طب الار دي المقاومه دي شايفينها يا شباب، المقاومه اللي بتاعت الموصل تعتمد على ايه؟ تعتمد على نوع ماده الموصل، درجه الحراره، كمان طول الموصل ومساحه المقطع. تعال نشوفها يلا بينا. بس قبل ما نعملها عملي تعال يا شباب نشوف فيديو جميل للموضوع ده يلا بينا. العوامل اللي بتأثر على مقاومة زي ما احنا شايفين، عندي نحاس وعندي كروم، سلك نحاس وسلك من الكروميوم. الكروميوم اللي هو الكروميشن طبعا. هنا المساحة بتاعته في مساحة 2 في مساحة 1 تمام. الكروميوم نفس الكلام. فهنبدأ نشوف العوامل اللي بتأثر على كراءة المقاومة.
الجهاز اللي هيقيس اسمه اوم ميتر. ركز، الجهاز اللي هيقيس اسمه ايه؟ اوم ميتر. يس. هنشوف تأثير المقاومة النوعية، نوع المادة. شايفين النحاس؟ النحاس يا شباب طلعت المقاومة بتاعته في السلك ده زي ما احنا شوفنا كده. طب الكروم؟ لا، المقاومة بتاعته أكبر، يبقى مقاومة النحاس إيه؟ أقل ولا لأ؟ على فكرة إحنا ثبتنا المساحة، إحنا كنا مثبتين إيه؟ خدنا كبر اللي هو الأريا بتاعته 2، والكروميوم الأريا بتاعته 2، يبقى هنا الآر الصغير هي 1.2 اللي هي بتاعت الكبر. طب دلوقتي هنشوف تأثير اللينس. طبعًا كل ما تزود اللينس كل ما المقاومة بتزيد. عينك على مين؟ على جهاز الأوميتر. انت بتغير حاجة واحدة وتثبت الباقي، يعني انت بتتكلم على الطول يبقى تغير، تثبت الاريا اللي هي المساحة، بتغير الاريا يبقى تثبت اللينس، فاهمني؟ وطبعا بتثبت نوع المادة، فهشتغل على النحاس والنحاس مش هتكلم على القبر. لو ما فهمتهاش في الفيديو ممكن تعيده خطوة تاني، تحاول تسمع كويس او تسمع معايا او نعمل الكلام ده عمل. يلا بينا، يلا بينا. لو واحد سايق عربية، يلا بينا يا شباب. هنشوف الفاكتورز او العوامل اللي بتأثر على مين. انا سامعك بتقول ايوه على مقاومة سلك. احنا دلوقتي هنا العلاقة اللي بنستخدمها في موضوع العوامل بتأثر على المقاومة هي رو اي ال على ايه؟ الرو اي دي اسمها مقاومة نوعية، والال اللي هو اللينس اللي يعني ايه؟ سامعك بتقول ايوه الطول، والاي اللي هو بنسميه الاريا او بنسميها مساحة المقطع. تمام؟ فاحنا هنا تعالى نقلل المقاومة النوعية ونشوف ايه تأثيرها على الار. الرؤية بتقل ومين تاني بيقل؟ والمقاومة بتقل. أنا ما لعبتش ولا في اللينس ولا في الأريا. نرجع زي ما كنا، تعالى زود اللينس. أول ما زودت اللينس إيه اللي حصل يا ولاد؟ أيوة سامعك، زادت الآر. طيب المساحة تعالى نقللها، الآر زادت خالص خالص خالص. اوكي اوكي ده كان الجزء الخاص بموضوع الفيديوهات يا شباب. بعد كده هنبدأ في حل كتاب نيوتن ال 1600 سؤال، كتاب التدريبات زي ما وعدنا. هنشوفكم بعد الفاصل مع اول جزئية في حل كتاب نيوتن. تابعونا.